المكيتي علش عملته حبسك؟ ليه اللطف يا ربي، اللطف يا ربي بعد علينا وعلى أمة محمد. إيه خين عملته التصويرة هذه؟ وربي فرج على أخونا موكا في الشال متوقف الشال يروح. موكا متوقفة؟ أي عنده برشة. تحكي بجدك؟ عنده 3 جماعات. ليه فضلك؟ والله ما في باليش، ما قال لي حد، ما قالك حتى حد، خاطر احكي كيما العاده، احكي مخربزه وكيما العاده، ها وغدوه ها والجمعه الجايه. ما تقوليش عنف و... ليه ليه ليه، ما انا ذبي ما نحكيش عليه، الحكايه ماهيش عنف، حكايه بديبيل على الاخر. مخدرات؟ ليه 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 ليه، لحتى كان جد مخدرات راه روح. اما ليه ليه، ما مش مشكله كبيره معناها، ما عادش هو نورمالمون يروح يا اخي، صارت له معناها كم شو فيه مازال، اما ما ان شاء الله ما عادش يطول جو، احلى جو، ما عادش يطول يروح. ما قلت لي خير؟ اه علاش تقول لي في اخبار خايبه في نهايه الحصه؟ علاش تقول لي في اخبار؟ قلت لك ألف مره كاستر، ما عادش تقول لي اخبار خايبه في نهايه سكوب. الحصه مو خاطر حبينا حبينا توا عندها حكيت 3 جماعات ولا 4 جماعات حكيت شهر، كل جمعه تتاجل، كحبينا نخبيه خاطر مشكله تافهه برشا، فهمت شنو تافهه ياسر ديجا، مش معناها كلي كيف نقولها للناس، خلينا احنا نقولوا ماذا بينا، ماذا بيا ليه، ماذا بيا ليه، ماذا بينا اليوم، ماذا بيا ليه، جمعة جمعتين هو يخرج ان شاء الله يخرج يفسر لك ديتايات على الاخر، خاطر انا اصلا ما هو بيدو ما حابش يقول لي اول ما صارت له المشكله. والله اما مش جراف برشا، غيرت المود نتاعي، ريت يا هادي كيفاش ريت تو طول هذاك نتاع باش يتوقف مرتين في عام حتى 18 فيتهمش وي عاجبك هذه